بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اتكلم فيها طبعا سريعا كده بيان عاجل من نادي سيراميكا كليوباترا. نادي سيراميكا كليوباترا يا جماعه اللي اتظلم ظلم فاجر في ماتش بيراميدز، ونقطتين ضايعين من سيراميكا في ماتش بيراميدز، نزلوا بيان النهارده، بيان قوي جدا بيتكلموا فيه عن اسفهم الشديد للمستوى التحكيمي في الدوري، واللي وصل لمرحله صعبه جدا، ما بقاش ينفع السكوت على هذا الاداء المزري والأخطاء المتعمدة اللي بيشهد بيها كل خبراء التحكيم في مصر، وإن الأخطاء دي أصبحت تؤثر على نتائج المباريات وبتقلب موازين العدالة، وشفنا في ماتش بيراميدز اللي حصل، وإن ما بقاش فيه منافسة شريفة في الدوري بسبب الأخطاء اللي بترتكب متعمدة وبغرابة شديدة، وبرغم توسع الجميع بتقليل او توسم الجميع بتقليل هذه الاخطاء. قال لك احنا كنا يعني متوسمين لما تقنيه الفيديو تخش، تقنيه الفي ار اللي بيتم تحكيم بيها كل مباريات الدوري، يقل عدد الاخطاء التحكيميه، لكن الموضوع بقى زياده اوفر. قال لك حذرنا مره واثنين وثلاثه من عدم انضباط الاداء التحكيمي وغياب الرؤية الرشيدة في اختيارات الحكام للمباريات اللي فيها طابع وتنافسي كبير زي مثلا سيراميكا وبيراميدز، وبيهددوا ان هم مش هيلعبوا الدوري ومش هيكملوا الدوري، وعايزين توضيح عاجل من مسؤولي اتحاد الكورة ولجنة الحكام عن اداء الحكام بشكل صعب جدا وشكل ضعيف جدا خلال الفترة الاخيرة، وأبدوا دهشتهم من الأداء التحكيمي المؤسف، وبيطالبوا اتحاد الكورة بالبحث عن حلول عاجلة وجذرية لإرساء العدالة وبحث الأسباب الحقيقية للأخطاء المتكررة والمتعمدة منذ انطلاق الموسم. وفي النهاية أكدوا على احترامهم الكامل لكل عناصر اللعبة وعناصر المنظومة، وبيطلبوا بشكل رسمي من اتحاد الكورة تعيين حكام دوليين لإدارة المباريات في الفترة المقبلة، سواء كان حكام ساحة أو حكام تقنية الفيديو. ده بيان نادي سيراميكا كليوباترا بعد الفضيحة التحكيمية في مباراة بيراميدز. أعتقد أنه واضح للكل أن البطولة بتطبخ على نار هادئة من أجل نادي واحد فقط اسمه بيراميدز. محمود البنا اللي أخطأ خطأ كارثي في ماتش سموحة، واللي لولا عناية الله ولولا وجود حكم محترم اسمه محمد الصباحي على الفيديو، كان زمان الزمالك لاهف ثلاث نقاط من نادي سموحة. الناس كلها قالت ان محمود البنا هيتوقف عشان يطلع بريرا ميلو يطلع لسانه للكل، وبعدها باسبوع محمود البنا بيحكم ماتش انبي النهارده، انبي ومودرن فيوتشر الساعه 7. بيريرا ميلو بيطلع لسانه للكل وبيقول لك ايوه انا بحب الفساد، انا اشجع على الفساد التحكيمي والفجور التحكيمي اللي حصل في ماتش الزمالك وسموحه، وبناء عليه جايب محمود البنا كحكم لمباراة انبي وفيوتشر، ولم يعاقب محمود البنا. عايز اقول جماهير نادي الزمالك لما بدأ تطبيق تقنية الفي ار قال لك بس حجتنا بقى باشا، ها العدالة بقى تتطبق يا باشا، وبصوا الاهلي مش هيكسب بطولات تاني، والاهلي مش هيكسب بطولات تاني. الزمالك منذ تطبيق تقنية الفار ما كسبش غير بطولتين بس، وانتوا عارفين هو كسبهم ازاي، انتوا مش محتاجين ان احنا نقعد نعيد ونزيد في اللي حصل في 21 و22.
الزمالك كسب الدوري 2021 و2022 بالحكام. دلوقتي جمهور الزمالك لان تقنيه الفار كاشفه، تقنيه الفار فاضحه للاحتواء التحكيمي. دلوقتي جمهور الزمالك بيطالب ان تقنيه الفار تتلغي. ليه تتلغي؟ هل عشان متعه كره القدم؟ اطلاقا. هل عشان ارساء العداله التحكيميه؟ اطلاقا. لا، هم عايزين الفار يتلغي عشان يبقى على قد بس الحكم بتاع الساحه يا باشا، مش عايزين بقى حد يعطل لنا شغلنا. يبقى حكم الساحه جاي متظبط، الاثنين المساعدين متظبطين، واخد بالك؟ مفيش فار بقى هيراجع، مش هندي فرصه للمراجعه. ما هو الفار ده بيضيع مجهود الحكام، ولك في محمود البنا خير مثال. محمود البنا ادى طرد لحسام حسن، مرضيش يحسب ضرب الجزاء على الزمالك، وحسب ضرب الجزاء للزمالك. ده كله تخيل لو ما كانش فيه فار كان زمان الزمالك كسبان الماتش. قس على ذلك بقى مباريات كتيرة هندسة، قس على ذلك مباريات كتير. هيبقى الزمالك مش مطالب غير انه ينزل بال 11 لاعب ايا كان ال 11 لاعب، ومعاه 3 حكام قد 14 لاعب في الملعب، واخد بالك؟ وكله يعني الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. احمد الخضري اللي محسوب علينا صحفي والزملكاوي القلب والطويه ورئيس منظومه الاعلام في نادي الزمالك سابقا، قال لك 40 سنه مع الاهلي اعلان مال الدنيا. وكمان حسام غالي طالع بشعار شركه المياه الغازيه المفروض انها ضمن المقاطعه. الغريب ان محدش نطق ولا فتح بقه ولا حتى قال عيب. طب ايه رايك بقى يا بتاع العيب؟ ها؟ يا اللي بتعرف تقول عيب؟ ايه رايك ان ناديك في كلام انه هيبقى راعي الشركه دي، تبقى راعيه ليه؟ على الاقل الاهلي لما مضى شركه الرعايه بتاعت الشركه دي او عقد الرعايه بتاع الشركه دي اتمضى قبل موضوع 7 اكتوبر. الدور والباقي بقى اللي هيمضي دلوقتي، هل الخضري هيبقى عنده الشجاعة؟ ده سؤال للخضري. هل الخضري عنده الشجاعة ان لما النادي بتاعه يتعاقد مع المنتج ده او الراعي ده هيطلع يفتح بقه؟ طبعا كلنا مع المقاطعة، عشان بس محدش ايه يقول لك انت مش مقاطع. لا، كلنا مع المقاطعة، لكن ما تطلعش تدعي البطولة على حساب النادي الاهلي، ما تعملش فيها ذكر على حساب النادي الاهلي. اعرف قيمتك واعرف حجمك كويس قوي اذا كنت انت او ناديك، اذا كنت انت او ناديك. بطولة جديدة تنضم لبطولات الزمالك الوهمية، البطولات الزائفة اللي على غرار عمرو دياب زملكاوي، محمد فؤاد زملكاوي، دكتور مجدي يعقوب زملكاوي، دكتور احمد زويل زملكاوي، خالد الغندور يخرج علينا ببطولة جديدة يضحك بها على جمهور الابيض. لو بصوا بقى يا جماعة، نجيب لكم بطولة جديدة. عمر مرموش، عمر مرموش طلع زملكاوي يا زملكاوي. عمر مرموش قال ان مثله الاعلى شيكابالا. وطبعا كلكم عارفين محمد صلاح زملكاوي، ادي برضه بطوله تانية. وقال قبل كده محمد صلاح ان مثله الاعلى حسين عبد اللطيف. وافضل لاعب في مصر دلوقتي عبد الله السعيد. يبقى احنا كده عندنا 3 بطولات. يبقى لما نيجي نسال الاهلي خد كام بطوله والزمالك خد بطوله، هتقول الاهلي مثلا خد الدوري، الاهلي خد الكاس، الاهلي خد السوبر، الاهلي خد افريقيا، الزمالك خد بطولة عمر مرموش، الزمالك خد بطولة محمد صلاح، الزمالك خد بطولة عبد الله السعيد احسن لاعب في مصر. احسن لاعب في مصر دي كذبة كبيرة. كذبة كبيرة يقولها اي مدلس. لان بالورقة والقلم انا عايز افهم اكبر لاعب في مصر وافضل لاعب في مصر ازاي؟ اديني عقلك وامشي حافي. اديني عقلك وامشي حافي يا اللي بتقول احسن لاعب. جاب كام جون السنه دي؟ صفر. عمل كام اسيست السنه دي؟ صفر. طب عمل كام مساهمه تهديفيه؟ صفر.
طب اعمل لك ايه بقى؟ ده انت يعني ما فيش فهم خالص، ابيض زيرو، صفر فهم، صفر عقل، صفر في كل حاجه. ايه ده يا جدع انت؟ ده انت راجل لقطه. لا بجد والله لقطه. عايز اقول رساله لمعلق قناه اون تايم سبورتس في ماتش بيراميدز، الاستاذ ابو الركب، استاذ محمود ابو الركب. استاذ محمود ابو الركب، عايز تطبل لبيراميدز طبل انت، ما يعني هيكون بلال علامه احسن منك، طبل يا بيه، طبل براحتك خالص. لكن يا استاذ محمود يا ابو الركب، لما تقول في تعليقك بيراميدز متصدر الدوري لحد ما الزمالك يلعب مؤجلاته، امال الاهلي بيعمل ايه؟ انا سؤال بس لابو الركب، الزمالك الاهلي لو لعب ماتشاته، ده مش هقول لك ماتشاته، ده هو دلوقتي الاهلي والزمالك راس براس في الماتشات، الاهلي فارق 9 نقاط يا ابو الركب، الاهلي بالبلس فارق 9 نقاط يا ابو الركب. بدل ما تقول بيراميدز مؤقتا متصدر الدوري لحد ما يرجع النادي الاهلي يلعب ماتشاته، لا يقول لك لحد ما الزمالك يلعب ماتشاته. طب والاهلي بيلعب في دوره رمضانيه ولا الاهلي مش معاكو، ولا انتوا مش معترفين اصلا ان في نادي اسمه النادي الاهلي؟ بجد قرفنا، بجد زهقنا، بجد شكلكوا بقى مقرف، شكلكوا بقى مفضوح قوي. ايه يا جماعه في ايه؟ لو مش عايزين الاهلي قولوا لنا، لو مش عايزين الاهلي قولوا لنا، لو الاهلي حرقكوا احنا عارفين، مش محتاجين تقولوا لنا. ادهن كده كومب، حط قطرة وسيبها فترة، لكن ما ينفعش كده، ما ينفعش الشكل المخزي ده. الاستوديو مقرف بتوجهه البغيض، التعليق مقرف بتوجهه البغيض. ايه يا جماعة في ايه؟ الراجل عمال يقول لك جمهور بيراميدز، وبيراميدز بقى له جمهور، له جمهور منين يا عينيا؟ ده المقاولين العرب اللي كسب دوري وكسب افريقيا وكسب وكسب وكسب، ما كانش له جمهور. شويه العيال اللي كانوا في المدرجات، ولا شويه الشباب الصغير اللي كان في المدرجات، دول لعيبه الناشئين بتوع بيراميدز حماده. يا ابو الركب، يا ابو الركب، ده جمهور بيراميدز ده مش جمهور، ده لاعبين بيلعبوا في قطاع الناشئين، ولو ما راحوش شجعوا زي ما انت شايف كده، مش هيشموها في القطاع، مش هيكملوا في القطاع. اتمنى رسالتي تكون وصلت للاخ ابو الركب. عايز اقول بالنسبه لبغداد بنجاح وبالعيد وحجازي، الناس اللي بتسال ايه موقف النادي الاهلي من الثلاثه دول، هبدا ببغداد. بغداد ابو نجاح خلص عقده مع نادي السد وما جددش عقده. بغداد في مفاوضات مع الشباب السعودي، مفاوضات متقدمه، وعارضين عليه 6 مليون دولار في الموسم. اعتقد استحاله، استحاله، حط نفسك مكان بغداد، لعيب محترف في الاول وفي الاخر، جاي له 6 مليون دولار في الموسم الواحد، استحاله الاهلي هيقول له خد 1.5 مليون وهيجي لك، او الاهلي يقول له خد 2 مليون دولار وهيجي لك، اقل حاجه 3 4 مليون دولار. هل انت النهارده مع سعر الصرف، هل مقبول انك تجيب لاعب تدي له 200 مليون في السنه او 150 مليون في السنه؟ ليه؟ هيجيب لي ايه؟ اسال نفسك هيجيب لي ايه. لو على قد كاس العالم للانديه وارد تجيبه ويتصاب، ما احنا اي لاعب بنجيبه بيتصاب. تخيل لما تروح تدفع في لاعب في عقد سنتين مثلا 600 مليون جنيه عشان يلعب معاك بطولة كاس العالم، ولا قدر الله يتصاب شد عضلي ركبة بتاع، يبقى انا اشتريت الطرماي، يبقى انا اشتريت الطرماي. اعتقد بل اكاد اجزم ان بغداد مش هيقلل طلباته المالية عن 4 او 3 مليون دولار. حجازي فري، لكن الاولوية لحجازي انه يكمل في السعودية، اللي داق الكبسة مش هيرجع للطعمية. لسان حال حجازي دلوقتي اللي هيتكلمه يقول لك اللي داق الكبسة واللي داق الريالات والدولارات وعنده فرصة يكمل سنة كمان مش هيرجع.
ولك في طارق حامد دليل. طارق حامد بيلعب في نادي في مؤخر جدول الترتيب وما عزك بيلعب هناك، ما رضيش يجي يلعب لبيراميدز ولا يرجع للزمالك. ليه؟ كبسة طعمها حلو، فلوس. ما هو في الاول وفي الاخر متغرب ليه؟ عشان الفلوس. بيلعب كوره ليه؟ عشان الفلوس. الزمالك هينفعه؟ لا. الاهلي هينفعه؟ لا. فيقول لك خلاص مستقبلي في المام، في القرشين اللي هقلبهم هناك، فيقول لك لا انا مش هرجع. فده بالنسبه لحجازي. حجازي يرجع امتى؟ لو ما لقاش حد ياخده، لو ما لقاش حد ياخده، لو في فرقه لسه صاعده وقالت له تعالى يا حجازي، هيروح لها. ليه؟ لان اقل حاجه ياخدها هناك $1.5 مليون. مليون ونص دولار يعني بتتكلم 60 مليون جنيه. انت كنادي اهلي هتدي حجازي 60 مليون جنيه؟ لا، اخرك مع حجازي 15. فبرضه حجازي مش هينفع. الوحيد اللي اعتبره في النادي الاهلي هو زين الدين بالعيد. الوحيد اللي اعتبره في النادي الاهلي هو زين الدين بالعيد. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل اراءكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لك.